مشاهدينا، وللحديث عن شرعية حكومة السودان في ظل التقارير الغربية التي تشبهها بحكومة عادل عبد المهدي وسيطرة الميليشيات عليها، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز. حياكم الله. رغم تعهدات السوداني بأن لأن المعهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يكشف في دراسة أن توزيع المناصب في حكومة السوداني تتم أو تمت وفق مبدأ المحاصصة، هل لا يزال السوداني قادر على الإقناع بأنه مستقل، يقنع الشارع العراقي باستقلاليته؟ قبل أن نتحدث وأن نأتي بشواهد وشهود خارجيين أوروبيين وغيرهم، العملية السياسية بشخصها بذاتها أكدت إلى أن هذه العملية السياسية عادت نفسها، والذي حصل في حكومة السوداني لا يختلف أبدا عن السابق، وهي إعادة لتكرير ذات الجهات السياسية وذات الآلية. ودليل على ذلك أن هو ما زال رئيس مجلس وزراء، والوزراء كل تابع إلى كتلته، وبالتالي الخلل هو والمحاصصة هي التي تحكم الأمر والتي وجهت الأمر. وأيضا يؤكد ذلك أنه هو أساسا من فئة مذهبية طائفية محددة، ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من قومية أخرى، ورئيس البرلمان من فئة دينية مذهبية أخرى. إذن هي إعادة للذات، ولم يكن هناك أي تغيير حقيقي بقدر ما هي عملية احتواء الخلل الداخلي والضحك على الذقون حيال الشعب بشكل عام وثورة تشرين بشكل خاص، لكي توجه الأمور بالتوجهات التي تراها القوى السياسية أكثر مما يراها الشعب. طيب، هنا أيضا النائب وئام وهاب القريب من ميليشيا حزب الله اللبناني يؤكد أن حكومة السوداني تم تمريرها بصفقة ترسيم الحدود مع إسرائيل. كيف حسبت إيران حساباتها بين حكومة السوداني وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ المتبعين لهذا الموضوع بالذات يدرك الأمر من خلال التالي: الأطراف المتنفذة في الصفقات هي كل من إيران، الكيان الصهيوني، وأمريكا. ولأن إيران متنفذة في العراق وفي لبنان، وبذلك تكون هي المحور في هذه الثلاثية الأساسية للعلاقات، وبالتالي بعض المراقبون يرون إلى أن التقسيم أو الترسيم الذي حصل في جنوب لبنان مرر بعدم معارضة إيرانية مقابل موافقة أمريكية على ترتيبة معينة سياسية في العراق تخرج العملية السياسية بالاتجاه الذي يتوافق مع الترتيبة الإيرانية. والذي حصل الآن في العراق، نعم، هي مجامع ذات علاقة مع الجانب الإيراني، الفصائل المسلحة موجودة، الأحزاب السياسية الدينية المذهبية مرتبطة بإيران، وكما قالت إيران في المرحلة السابقة أيام عبد المهدي غلبنا أمريكا 3-0، الآن تكرر العملية كذلك، غلبت إيران أمريكا 3-0، ولكن الآن في صفقة مررت ترسيم الحدود بين لبنان وإيران ولبنان وكان الصهيوني بمباركة الجانب الحزب اللبناني حزب الله، وفي العراق مررت العملية، وبذلك هذه الصفقة تقرأ من هذا المجال. في ذات السياق، إلى أي مدى ترى أن تمرير حكومة السوداني أيضا جاء بصفقة أمريكية من خلال تقديم الميليشيات لهدنة تكتيكية بهذه الفترة؟ أتفق مع الشطر الأول من سؤالك أخي العزيز، لأن الثلاثية هي تحتكم بالأمر الجهات الثلاثة: إيران، الكيان الصهيوني، أمريكا، وبالتالي لكل جزء يأخذ شيء من حصة الكعكة، كما حصل في إيران جيت عام 1986 بين الكيان الصهيوني وإيران وأمريكا. الترتيبة الآن حصلت تهدئة معينة من قبل فصائل، لذلك نرى الآن عدم استهداف أي مواقع أمريكية كما كانت هناك استهدافات من قبل مجهولين بين قوسين بمواقع أمريكية. بالمقابل أيضا مررت ترسيم الحدود بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، ومرر أيضا الحكومة التي هي قريبة إلى الجانب الإيراني. إذن هي صفقة إلى حد كبير، ولكن نقول حقيقة الأمر أن الأمر ستتكشف لاحقا وتظهر الأمور، سيما في العراق، لأن الحكومة العراقية حاليا هي امتداد إلى الأخطاء السابقة وإلى التشويهات السابقة، وبالتالي
الشعب سيبقى يعاني الكثير ويعاني الكثير. طيب بخصوص هذه الصفقة، صفقة واشنطن على تمرير حكومة السوداني، كيف تستفيد أو ستستفيد الميليشيات من هذه الهدنة؟ هذا يعني أن هناك المزيد من النفوذ الإيراني في العراق. تصفات بأن أولاً الحكومة التي تسلمت الأمر في العراق على قد تقدير لسنتين قادمتين لن ترفع لواء إنهاء هذه الميليشيات، هذا واحد. العلاقات الإيرانية الأمريكية تستمر على ذاتها بل قد تتعزز، وبالتالي يتعزز التأثير الإيراني في الشارع العراقي، وتحصل حاصل هي هذه الفصائل التابعة وذراع إيران في العراق. إذا ستتسع وجودها، ستتسع مصلحتها ومصالحها، ستبقى مدة أطول، وقد ترسم إلى بأن تكون قوة أكثر دالة رسمية حتى من الجيش، وبالتالي تتعزز وجودها هنا مكمن الفرحة التي تكمن في داخل هذه الفصائل. طيب هنا أيضا، إذا كانت حكومة السوداني وبناء على كثير من المعطيات وتقارير غربية تفتقد إلى الشرعية بعد سيطرة الميليشيات عليها، هل تتفق مع ما انتهت إليه صحيفة دهيل الأمريكية بأن تظاهرة تشرين ستعود رفضا لتدوير ليس فقط الوجوه بل حتى السياسات كما ذكرت؟ الحقيقة الأمر أن الحكومة الآن هي فاقدة الشرعية والمشروعية أساسا. المشروعية هي المقبولية الشعبية العامة التي أوسع من الشرعية، هذه أساساً تتقاطع كاملةً رغبة الشارع العراقي عن العملية السياسية. الشرعية هي توافق إجراءات الحكومة من حيث التشكيل مع الدستور الذي وضع بالتأكيد عن طرف أمريكا. هذه الحكومة أساساً هي فاقدة المشروعية، أي رضا جماهير منتهية. الشيء الآخر، الشرعية ضمن البرنامج الحكومي الموجود أو الدستور هناك خلل كبير في ترتيبه، أولاً لأن هناك تعهدات ذاتية على أن تتجاوز الخلل السابق للعملية السياسية لم يتم تجاوزها، وبالتالي الحكومة فقدت المشروعية وفقدت الشرعية. هذا سيصب أيضاً بالمقابل في زيادة معاناة الشارع العراقي، زيادة الرفض، سيما وأن الفاسدين بقوا على مناصبهم وامتيازاتهم، وما نسمع من متابعات وملاحقات هي مجرد ملاحقات للأطراف الثانويين في العملية الفاسدة بشكل عام، وبالتالي بقى الحيتان. ودليل على ذلك قد تقدير أن مالكي ومن في مستوى مالكي ما زال هو الذي يدير دفة الأمر، وهو أول الفاسدين وأكثر الذين ضرروا العراق ماليا ومعنويا وقيميا. أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا لكم على حضوركم معنا. حياكم الله.